الناس بتعيد واحنا بنقلب في الدار وبنهد وبن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حسبنا بالله ونعم الوكيل. صعب الاشي انه الواحد يهد بايده، بس بفضل اني انا الاشي يكون بايدي احسن، لانه الاولاد اذا شافوا الاشي هيك شرطة وجيش وعجقة، انا قلت بهدم البيت بايدي، والحمد لله ربنا بعوضنا بالاحسن. البيت اللي انهد هذا انا قاعد فيه 8 سنين، جمعني انا واولادي الحمد لله، سطرني، ما بديش اشي كبير، مسطور فيه الحمد لله بالحال. اجاني القرار الهدم من فترة، يعني فترات، وحاولت اني اسوي اشي بس ما طلعش بايدي اشي. ولما وصلني الامر الهدم اتصلوا علينا الشرطة، قالوا لي انه في امر هدم ولازم تكون جاهز لهذا الاشي، فقررت اني اهدم البيت بايدي، لاني انا شفت شو صار مع اخوي لما اجوا فجأوه خربوا له بيته وخربوا له عفشه. والحمد لله انا طلبت اني اهدم البيت لانه بعد ما بدهم يهدوا البيت بدهم يغرمونا. كنت هون عايش، كنت هون دايما العب، وصعب علي اشوف دار بتنهاد، يعني من كيف كانت دار صارت رميت، الإشي مؤلم يعني. الله يعوضنا للأحسن يا رب. يعني لا عارفين ننام، عارفين ناكل، ولا لاقي أواعي الأولاد، كله مكركب فوق بعضه، صعب صعب يعني. صعب صعبة صعبة، لأنه حطينا يعني فيها الدار دم قلبنا. الحمد لله الله بعوضنا إن شاء الله بالأحسن.